بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرسل ظهر غروبنا مثل الوسع يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأعمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. عبد الله قال والله يا حواسي بس وكم هاجي كقوى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عليم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم
إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر. آية سجاشنات بنك بالله من سورة النحل إن شاء الله تعالى وشركينا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله إليه يأمر وحو فريا بالعدل. عدالة بذلك فريا عدالة داس محوك فسر مفسركم وعلي توحيدك هو يا معنى أما هو إنصاف قرصور يا عدالة أما هو عدالة أما هو توحيدك إيه هو الحسان إيه وناقب إلهي دسك فريا وناقب نمحوه ليه هاي وأداء الفرائل فرائل سأقول قتو وحالا وحيدا كفر ليه لي أو أمسه وأنت عبد الله كأنك تراه يعني أما هو إنا يعني إلهي عابد شيء سوك واركيا سوى سوقات حديثك يا ها حديث أدوك عن أركينين إلهي مركي ملك جل الله هو يدي حسان وام حي وكنا ويجي صلى الله عليه وسلم وكما قال يا إلهي وأنا عبد الشيء ساق واركية حدي أرضو سو أرضو على كن ساق واركية ما أنا ما يصير أرضو أركية إلى إلهي عبد ويانقول حدي محي أرضو على كن يساق واركية مركي وإلى مركي صلاة جلس وشون كست يعني عمر كست نقول ليشو وقلبي كم راقب يشوف كسر حاجة شو إلهي نكوتشو ده وإن شاء الله سألوه فشوا إلى كعاب على مرينا يو تأصل الغرباء لله سبحانه سكوار كيير مبسوط شاشو ليه لكن أيضا مشايخ يعني مفسرون آد بيقوها الليل وعليه فيه حواشدة حكاقه ريسة شرح الله بعضه يا حواشدة عليه علمة واحدة هذين إن لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكفت هذه أين آيات كل قتل سودش إلا قرآن آيات آخرين وهي كفر الله عدين شرع عديس يقول هذا والرحمة هنون يرحمه ترى نقول في الله البيض هذه معايا لأنها آمرة بكل خير ناهية عن كل شر وعكستوا خير عيده وفرسا وعكستوا خير عن شرنا وكان ريسا عيده سيدا درس البحوليه ما خطبة شو عامر أخي من الخديبين تأخريا وما ما عاد السوق عتام من خطبة صورة ما ينيا شو جنانا ديان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكو آيات آخرية مفسرون مرة آيات أميد إليها بيوسى غاتهم بولي شيخ مرة أبو حليه عبد الله بن عباس الله عنه ماي يسوي حليه توحيد سوشوهم أرني أموه توحيد أموه قرص أموه عدالة شوهم مرة أنفسه بساس ليه هاي وهو هايستا يعني الدليل هو هايستا بساس توحيد يحو كسر غاتهم بولي عبد الله بن عباس باو حوي توحيدك بيهرت لقصه وريبو لي وأه شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله إله تاين عباس با يعني يكون فسرين شواتك لقول عسير عبد الله بن عباس الله عنه ما لقوا ريوح ليه وحوى عدالتنا بالعدل سماري العدل وحوي وخلو عندات لد أودان يشير إلى كبحض وإله كل جاء وحيده كو إحسان كنا واتيا شغلته وحوي يقول عبد الله بن عباس أنت عبد الله كأنك تراك تراه وإله دعا عبده إلى شيء سواك يأكل شيء حدث كوشاعي وأن تحب للمرء قفك يعني وين رجع عتوق بني آدم كا ما تحب لنفسك واحد مثلا رجع عشاء وأخوانا يقول لا ين قفك كلا رجع عتوق يامو كو هذا فإن كان مؤمنا هذا قفك مؤمن ياي تحب واحد وين رجع عتوق أي زداد إيمان إيمان نسيس يسدو سأل بعض ربطه الإيمان كل زيادة وين قصامة وإن كان كافر هذا قال لي هاي لكن تحب وين تعالت وأن يكون أخاك في الإسلام إنه مسلم نغله أو مارتي ولكن أدب نقطة دين الإسلام هو أن الله تعالت سجن أبو كلية هاي أدب الله جه الله رواية كل علية
العدل والتوحيد احسن فروا واخلاص وعملك انا خالص الله لو خالص يا رب ولا برك الانصاف كسر عدل وما هي دي السيف فسيرو او في كل الامور امور سواء ان العدل كسر من كسر او فر انصاف في التوحيد عداله التوحيد كاس كسمين سواء ما هي واي اعتقاد ان الله متصم بكل كمال الهي وين اعتقاد سوغاته inu wax kasto oo xun qasaan ilaahay ka nasaayo ka hufiye wax kasto oo wanaagan oo kamaalan yahay ilaahay ku sifoobay ku tilmaamay i'tiqaadka marka gashoorka i'tiqaadkiina waa maxay waa nisbada af'aalu kullaha lillaah waxa la waxa ficil sameeyay ilaahay baad ma taar unus baynaysa ko waa nisbada kasb lil'ad yaani adoon maana noo kasbanaya sabab uu yahay كسب والله ايمن يعدون قوليه وعاد خلافين بولين من اللي يهدو جبريل اورن جيري ادو اسكا بابين يو هوريين عد بعدي بعي هوري اي معتزله او انا متقنا ان بدنا على كتب او حق قرا انو شينا سو غارينو مر بي هاشتاج اسلام كو حق كسب مر يي معتزله هيس من عالمين بل هاي لكن عقيده كف شهادو وانا مكي قوي قران كو مخلوق يهايو حادث يهايو ايمادي امام الشافعي waxuu dareen kaga fakaray in aan u dhaarsmeeyay ee yiri ee inta fariis sidaa yiri magay qoranku ma makhluuq baa mise macnaa mise waa muhadis baa mise waa qadiim qadiim oo wuxuu leeyahay jiray waa kalaamkii ilaahay waa qadiim oo markii quraanka la wakala shifadii ilaahay oo kamid yahay waxii lahaa amma tawreed wal injil wal furqan ee wal zabur wala haayil oo arbaa xadiis ay buul shoo fariis ishaara iyo afartan waa makhluuq yana waxa uu qaatay afarta kitaab inuu sheegay ninkana waxa yaqaan bay shiidaa yaa ilaahay rag badan bay garaaceen nin wakiil ma taana nin muftiaba u yeereen leeyde markuu agaaday in ma taana la wajiyay quraanka inuu yahay haasi makhluuq yahay ayuu shee aan maxaad maanta ku fakan kartaa oo rabshi imaam shaab imaam malik shidada karamaa shuruuf tabale waan xade quraanka waa makhluuq leh yana kaasim xusmeeyid wuxuu siyaasu kaga baxshay wuxuu yiri waxaan ugu alle maanta iswaal markuu aan soo galay yaa ilaa wuu yaa ima yaa khaliifa ta'azza yuu yaa dinte muftaasi شيء القرآن يموت القرآن في وادن يموت شيء ويحك كيف يموت القرآن شيء القرآن كل من كره مركز يقول كل مخلوق يموت لكن إذا مات القرآن في شعبان بأي الناس بأي الناس يصلي في رمضان كل مخلوق هذا وادي من جاي هدي لكن القرآن في وادن يموت بس شعبان ترى رمضان حال قلت كم دونا قالوا خبر وواله يسار بكرك حلو من وال أديك ونوع العلم هذا مخلوق هذا واجب يا سما هذا القران كله مخلوق سو مركز من دنتما حقا كما فاهمينه وابن وال موقت وشيت كاس كان بعض موسى كليو غنا حي غنا حي بالي لما كاس مركز معتزله ياس يا جبريه كو الجبريه داسو يو وحق حق لا يقبا بولي شو هو ما هي لهدين هو هاي لهدين اللي ما كلا يداهو جبريه كل النقص والانصاف عليها والانصاف في الاعتقاد واخذي وحولي عن يقول كسب ما قفك ما تنا بني ادمك مخلوق حول ما كسب ذا بيه كسب ما له حوا ومعنا وحبه ما سبب الكرام دم دم شر خير تونا او عيل هذين واظن واظن وكمالها ولا كلولت هو ذا كلولت لا فعل له اصلا مركا فعله ما بس ما يسكر وعيله كو قسبه مصابين كرام مرحبا فتعاد يقول الله له ظلم بيه إلا إنه عداوة ظلم بيه وإلا ما ظلم فلي بيه يقبان كواس وهؤلاء كفار بوش كواس وقار كوالا معتزلة المياء يقع وعيد هذين العبد يخلق أفعال نفسي أدونكو فعلك أبو صماني يساق أبوراني أدونك الله يبقى أبوري لكن فعلك أبو صماني يساق كيف يزكى سمين سنة بيه وعقباني يحو صماني وهؤلاء فساق كواس وفاسقين بوش العبد عادي بكبهن law walaba waa jir oo badal bulabada qolaba maryam sidaas u noqotaa waxa weey insaaf ka soo cadaalada waxa weey waa ficilka ficil oo dhan waxa ka soo dhacaya qadar iyo waa ina mutaqadir iyo yaa qadar ilaahay ruumi saab uu soo geeyo shaqeeyay oo wali alaf aalu kullaha ilaahay uu nusbi lillaahi ilaahay uu nusbi khayruha wa sharruha labada laayro badino hadahay badin ba walakin min alaf aali ma huwa jabr wa ajrab laakin buulayay adanku waxa uu ku qasbiyo waxa uu ku qasbanayo ikhtiyaar baa la siiyay adaan leeyahay wiil aad ma taana akhtiyaar buu wadaa baa la ku tusay dadka waa la ku tusay ka qaad baa lagu yiri
كيفت معنا كاسنا وعدك وقولي معنا همري ما لقول شو اختيار لقوا مسنين سلمرك وحيلك وقد رحل ومر زقوه مرك إنسانكم بني أدونكم اختيارنا ولي نحن حقنا كمالها وحيلها وقدر مقى فكره على كل عاد وحاصل ما عاد بالله الله يسوس قليا والقوة اللي هذا سوى غدنا وأنك سبحانه إنا وكلني عيد معي هذا إلهي سبحانه وتعالى الله لي أمره حفريا أمريا يو أمر أدوميسا بالعدل توحيد أما قرصون عدالة إيه والحسان وناك سما فلس وراك وفريا أو أه إنا وحكست أوفر لي الجلته أما الله عابدو سيسوق أركي طالو أركي نساوي لك أركي نوك الإلهي أمريا وإيتاء ذي القربى قرابة إلا السي حقيدة حقول يا ضحي وينها وحولها الهيبي يا حضرة وممنوعية عن الفحشاء وحهم وقف الزناء الزناء لكم فسر الفحش فحش ياس إيه والمنكري وحكا سبع الشرع وديدي وقال لهم يا معسي أولا إلهي والهيبي يا حفظ السمين دبقى لليه والبغي ظلم يا إلهي ذي بيا ظلم هذا ظلم هذا ظلم من نبالي الله ظلم يوم وعليه كل وسوا وسقلي يعني وحد بغي ظلم يروح قار له وسوا صار وعليه هي أهمية وين بولي هي وعليه شاقو وحد حدث القوري لو أن الجبلين بغى بحدهما على الآخر هدي لا وبر مد مدرميو بس كده بني آدم يضاد معنا مكرمينه لا ينتقم الله من الباغي كاد عيبورها دابورته دلمي دلمي ولا أرجو له ولا عقابية هالكاس اللي جالسيه محمد وحكى له حديث هذا الوري إن ظلمته أعوانهم إن ظلمته هو ذاك الدلمية يكو أكل مياي كلاب النار والنار تأيدي دوي dul biya gaasa la garsi nigar maanta maxayna hayna ki dul me galay baan u hiilneyna soo ku kaas kuun doona nim waxa tar ku dilay adu ku soo galaya bunta qalle boodi sabab ko dhimanayo wa marka dul mi ga waxa gaar lagu soo socay u sheekh u leeyahay oo ahmiyad u leeyahay allah subhanahu wa ta'ala yaidukum ilahay wu idin wacdiya wu idin waarinaya bil amri wan nahy wa hu fi'an la difariyo iyo waxa la ka reebayo ilahay idin ku wacdiya لعلكم تذكرون اي تتعلو شيء وانستان وعلون تان درتيت عبد الله بن سعود قال لي رضي الله عنه يقول هذه اجمع ايه في القران للخير والشر وايه كل من بدنا شر يا خير لا شكيو لسكو امره لسكو ريبو قال له ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه مو حكو اخري نك الوليد بن مغيره حول بدنا ما القبين كها قريش لقي هجامين شريعه ودغيسي فقال أعيدها يعلم محمد بالآيات قرآن أخريس ماركو أخريس محذوري إن له حلاوة وإن عليه ضلاوة وإن أعلى وإن أعلاه مثمرة بوج وإن أسفله لغده بوج وما هو بقول بشر ولكن مركز أولي أولي كانوا أبو أخري محمد أخري محقق كروه حضر استعارة وقالوا آلوا أماني قرآن ولاي حق فرامها وامله معمعان معمعان باكوسجن كركي سنه قروح يحرر باكوسجن سلكي سي هوسنا جيد بكعبريا وبرواق ويوم كان واسع وما هو بقول البشر قول بني ادم ما شي ذا ملك يلو واكين سو اردي قريش وشسن ورني ابو جهل يرجع فدي ايو شو كان حسن ولا ما انت وحن محمد كم مغلي إنا وسم من آدم يجن يحبقلوه أبوه يا مرج هذا كهينه ووح كسر يا أبوه نيجي أبو أرجع حسن وإيش كتير يقول يسوي تجي أجا أبو جعل كده وتجي أي سعي يا وليد من أنك الأنشرة ابن كلدته مش حلو قبضنا قوي قريش الأنشرة ولكن أكبر استقبالي كاسيو المحاد وإيش كده يا أبو جعل صعب راح يعني كبر قال ما ديك صعب يعني يا مرحني والله ما كاسيو المحاد هو دعيو أنت تقول محاي ودع أبو جهل بالوجيني ولا محاي ودع محاي ودع أي بوري أذيع ما أنت قريش كوهيرن سو مالقين قريش ورعان قريش بالون شري بالي دور تمويل بالها هل مر فرستا سو وش يسقى كذا مر شركة ما أنت قريش بالون لوك عشرة لوس عمين شري بالي قريش معاك كنت شين سوي ما أنت إني خالك ورش
markaas uu yiri maana ya xoolay u urinaysa intu dekwiltis astaabti ha waxaan maxamed iyo xooya ibn abi kafsha nimu sheegaya abi kafshana waa ninkii macna xaliye mar saaliya qabay ee shulub iyo abihi waa abo uga dhigay soo ku xumaynaya iyo ala abi quhafa sida abak yar taa uu hanbaad oo inaad macna hanbaashay tabu bidow ninkii bree inta yuri war ma aan hanbaashay iyo sidoo madhiga ninkii dhiga oo hanbaaye iyaga abu baahane aa ka mariyo ka waa dad way haye quraash waa yaa batla oo naxsan tahay kaalu ka far oo ki soo raacay yimid quraash shirsan waxa ku hadlay ilaahay ku sheegay shurto mudasib inuu fakar oo qadar leeyo wuxuu oran lahaa jaan gooyay buu fakaray oo qadaray asoo in hada ila wal bashar in hada ila shuxri bashar karo ma habuuri markii hore aan wuxuu yimid maxamed nabi ka dhageystay aayada soo akhriyay kanu hadal bani aadan ma habu makhluuq hadalkiisa ba markaana wuxuu yiri waa hadal dad buu iyo sixir loo soo guuguuliyay loo soo qorqoray maxamed markii aaydu saasay uu macna ballaaran tahay saasay qubada gadaashay lagu akhriyay wuxuu kuleeyahay kasoo الله سبحانه وتعالى يقول ويعيد يعيدكم اي يامركم بالامر والنهي الهي هو انه وعدي امر النهي فرتان يربتان بينكم وعدي لعلكم تتذكرون لكي تتعن الشان وعد انت وانا قادتان اما واحد يكون واجبه ان وانا قادتان الله سبحانه وتعالى اوفوا وعيالي يقول امر حمشل الامر يفعنا واوفوا وفي ما الهي بعهد الله ila balanki sofiya ay kamini balanki mila bii wal aymani wagaayriha yaani mubaayaa la galo madaxda islaam kala la galo tii ilaahay la galo balanki ilaahay loo ofiyo iyo daariyalka kulli waso wada galayaan ila ahatu marka balan qaadaan wa in ilaahay balanki sofisan oo balanka yaani ka qaadiyay ninka madaxda nabiga ka qaado sheekhaaga ka qaado wali mutana ma ayo xariig u shatay haddii shaqo shaqo fiican yahay xaq ku taagan kulli waa soo galayaan balan oo balanka oo fiya balanka ilaahay oo fiya balanka aad buu macna balaariyay madana oo ka hadalay waa tan qulu habuurin daba ilaahay alab ay maana dhaariyalka aad dhaartaana habuurin waa ku goosala ku dambaabina bacda tawkiidha dhaarta markaa arkayse adkayseen dabadeed ee magaalo ku dhaarteen macna ha ilaahay subhanahu wa ta'ala magciisa habuurin dhaarta ku dhaarteen idinku adkayay wal xaalad aan jicalto baa yeeshaan oo Allah ilaahay wuu dhigteen aleekum dushina kafiila ma khaati u dhigteen lamka wallahi billahi ilaahay ilaahay magac ku dhaartay ilaahay baa ku maqlay markaas ka ku daalacanay ilaahay ma khaati u dhigtay soma walaa taqulu habuurina al iman dhaariyalka baad tawkiidaha adkeenteen dawladeed aad tii adkayseen wal xaalad aan jicalto Allah ilaahayna aad u dhigteen aleekum dushina kafiila ma khaati u dhigteen wa ina oo maxay ku goofiya leey ta dhaartaan sida uu arjo oo fiya inna la mal laakiin dhaarto hadii ay yani wax khayr aad ka dhaarto waa sameeyneysa khayrki waad ka kafaar gudaneysa kafaaradan wala yaqaan lagu gudanayo inna allah ilaahi subhanahu wa ta'ala ya'lamu wa huwa ma taf'alun wardada adoma ilaahi waxa sameeysan ilaahi wuu og yahay waa hanjabaad iyo gudun walaki aan marinayaa wii wala takunu dadaw ha noqonina kallati gabadhiyo kale naqalad fashaajid oo furfurtay qasliha leelinki ay sabaysay maxaa ma qasliga waxa leeyahay sida maartii yani koofiyadaha iyo funaanadaha ay soo sameeyay birta yamta qadun saal lagu waxay iyo andi aladii ma kabiida raxmad samayn jireen saaso kale leelinki ay tadicday ay soo haday ay sameeyay habur burinina sida gabadhaas oo kale si gabadhu burburisay waxa waxa ay sameen jirtay burbur u furfurtay dib ugu fasaaxaysay bidun kula hanoqno balanka burina ya dhaarta min baad quwwatin markay liyadanka shay ay sameenaysay adkaysay ay soo siba u soo horay ee haaji ya oo kale aan kaasan burburin burburin ha burburin wa master keydi marka waxa gabadhu maxay hayd baali waali waxa loo jira habdaal oo linjiri bin saalo wa quraash ba hayd baali wa ay hayd gabadhaasu gabadha jariyada u shaqeeya waay baashan waxa lagu falkiyo iyay samaysatay maanta nambay finaalada iyo covid ay waxbay dhar waxbay sameeyneysa falkinaysa bal ma kay dhamayso iyay duur ma kale gaar ah dhamay ay dhamay sara iyada gabadhu ay ila furfura marka dib baa loo furfuray hadal taas oo kale sidii taas ma kale lagu shubayay sidii kale noqonina oo maana hadii wata amal waxa subaxaan soo galay oo kale
هذا عمل في عنلت ما ادو يا باب يسلك مره ما هدي وعملك يا الحفزوي ده ما عمل في عمل مش بقى عمل بورني يا لطيم معايا كوترتي وكبر عشان الله من نغني سالو شباب يا مركز ولا تكونها نغنينا كالتي تيها لم نغنينا نقلت فسادسي بربرسي غزلها وها الصبي سفل كسي من بعد قوة أتكر أتكشيد بديد أن كاسن بربرن يفشل يففر يدب ففر تسار كهان نغنينا هي لنا تتخذون حالة كديغان إسام أيمانكم داريال كيني أصبح عرتين دخلا معنا إفساد أكسم إفساد دخل كواحد لي هذا معنا هان وح وح أنا هلا قلنا حدري شيء بشيء بتشيسي تشيسي كم إذا هم بالقول حدري ولا قرني أسمع لا قلنا ما لا ميت ما ساسو كلام عني يالقو شبه يالقو لقى هانوي لكن هذا محلو شيء ده وحي سمين شرين بالي المكه عرفت وحي سمين شرين قال واحد سؤال في سنة شادو بتسبحي سوا تشيلشيل ولي بتشيلشيل قال سبحي سنة يا وصل عارم يا مصل عارتين قال واحد هكذا قال يا لحول فوقين مصل عارتين بعارك يا قال كلا أكف عن أكحب بدن أكم عن وقف عيد بدن لكن أنت بريان بكو كل هذا العارم مصل عارتين يا قاتل إيران إيران دولة إيران سياسة وحاجات وحاجات مر من بلبو إيرث ولا مرة على الربع عدي على شيش كلا لقعد معانا لا لهيد إلى معانا ada murid ni balgar lah, mereka tu mahluk fasilnya mereka dahal ke, ifsad, apa lagi yang darjah ada lagi sesuatu kalau fasihai disewu mana, saya tertakdirin hal kira ni sabah ilahilah hai, ayah malaq dari al kini as dasatin dahal ifsad ikhiam khadiga, ikhiam al kibikanu darjah ikhiam, yani kuhiam izin datuk ikalah, bina kum dahdin as kufasihai disewu kuhiam izin, wajah bulusan malah. ومع سوي عشان أن تكون إن إحاطة درتين أمة جماعة كه هي يلوا أربعة متكفرة بدن من أمة المدة خلي على يعني على سلاستين وما تقول كفرة بدن ما كعرفتان يا تيود برسان زمانية بل إن جدك كعب حلام بل إن عاد بلو أتكي إنما إن كلام يبلوكم إله هو امتحامنا يا إنما إن كلام يبلوكم امتحامنا يا الله إلهي به وحاء ينفري وبل وفنتا إلهي وعيدك امتحامنا يا وإن البرسان ينالك بحضان وإن الوفسان يأينا البرسان بل ينكو إيقيا كي بريانا عقابو ليهي كي عني يوفينا وليهي خير بوليهي إيو ولي يبين إلهي أنو عديو لكو بذلك أدين عديو بذلك امتحامنا يا يوم القيامة إلهي ودك امتحامنا يا إيو أنو عديين عديوي يوم الغيث ما أنت قيامي ما كيلاهي من عد يكون ما ذاهدين فيه ما قا فيه إيسا تختلفون قواتك خلافة وحيادوين في خلافتين ومعاني بلنك يوفين تيو بلنك يوفين تيو إن الله سبحانه وتعالى آخر إلهي كلا عد يوو ووفل الشيخو وبأن يعذب الناكس كي برين له عذابه ويصيب الوافي كي يوفين لكو سواب سيو خير لكو سيو يأجر وليبين لكم إلهي من عد يوو يوم الغيث ما أنت قيامي كنتم فيه تختلفون وعي أدونك على كل خلافي شو خلافي كرتين وأنا بل بريني يوفنيو يوح كلابا الله سبحانه وتعالى إله إليه ولو شاء الله إليه دون دون يوني لها لجعلكم إلى يوحون كي ينكدق لها أمة أمت كوح واحدة الأكلية حلق ولا حلق أمة الدين كلية لبا إلهي أمة ينكدق لها كل جن إلى قيامة وعلى ولا شو نبي قال ليه استجي يعني هذا ليه ما رحود وأنا سمعني يه لما إرادي إنك هالجيل وتك نادي هسه نبي قال نفس هذا نفس هذا قدم فيها وراح هبا ليه نبي اللي آه يقول ذلك يسقون يبشر يندرك إسلام سما ولو شاء الله إلى هذا دونا قال ليه اللي جعلك محيطك إلا لها أمة أمة جماعة واحد كلي وهل دينك كل سن ولكن يضل وول ميا وبادي يا ما يشاء عدي ودون يوم الله لم يهانك كل ميو إلهي وول ميا إلى أن الله منين ويهدي هو نهانون يا إلهي من يشاو عدو درهم كذا إله نهانوني قال الله سبحانه وتعالى يلفه ولا تسألن لذي سؤاله ولذي سؤاله دلو ما أنت قيامه عما كيبا لذي سؤاله دونا كنتم آلهين تعمرونك وعمر وسمية لتجازوا عليه سل الكعب المريو قال الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا إلهي
hayeelanina manaha ka dhiganina ay maanag ma ay jahor malbi lagu adkeeyo waa adkayn laasi yaan inaan lagu dambi falin oo lagu kala burin baa la rabaa walaa tatakhiru wa ka yeelanina ay maanagum daari alkeenna dakhalan ifsaad baynakum dhexdiina sibisaad sal isku khiyaamaysaan ka dhiganina hadda isku khiyaamaysaan taa dhaarta dhaarti ka baxdaan oo qolal ku khiyaatan maxaa dhacaya oo markay fatazilla ay simbiri lahato qadamun gumad ay gumadihin ay simbiri lahadaano dadeed islaam ay ka simbiri lahadaan baad subuutaha inta ay toosnayd ee sugnayd ee gumadinu ku tagnayd islaamka xaq dariiqiisa marka saa yeeshaan inay marka ay simbiri lahato saa ay ku dhicin yaa hayeelna baa laleeyay fatazilla marka aad dhaartiina isku khiyaamaysaan marka fatazilla abadan baa yaraa saada dhacda dad baa yaraa wax iska jilay wax baa wax dhawaas dhaarsanaya balas dhaarsaday malis aamini kow nimkii waxa la cadaa cad isla isla soo aaray hebel soo aaray marka hebel baa u dhigmay hebel kusoo jilay waa tabtaasu ilaahu wala subhanahu wa ta'ala wala takhli aamarkum dakhalan baynakum wa dhaarta dhaaraysan khiyaam aad shu khiyaamaysan isla dhiina ka ka dhiganina oo marka hada isku khiyaamaysan dhaarti iyo magac ilaahay fatazilla marka isin beeri lacato qadam ee aqdaamukum gumadiina isin beeri lacdan haga aqdar islaam an buda islaam ka kam ka isin beeri lacan ee gumadiina baad ee sabuutaha inta ku soo sunaayeen gumadiina islaam ka ku taagnaay macna gowad halka wada naftin marka ku taagnaay xaq dareega islaamka kadi ka isin beeri lacatan oo marka isin beeri lacatan wa tadwuqu aad dhamisan aswa ay aladab aladab khun aad dhamisan bima saddatum كيسيتين عن سبيل الله دليل الإلهي أتكلم حتين كيسيتين درتي العذاب كل الأمسان وإيه بصدق معاني الوفاء بالعهد بل إنك يبقى يعني أذو في الله إذا ما كنت جيدين أو بصدق مغيركم أما غيرك ما كنت جيدين يعني قلافتين أنت بعذاب الكرة من سبب الله ولكم مركب حليدهين عذاب عذاب الليدهين يرانسان عذاب كسو عديم وين اللهم نجنا منهم الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا ولي ولا سيوا ولا وعدي ولا تشتروا هيب سنين بينه بعهد الله إله بلنك شاد قادم ثمانا أول قليلا يروع الدنيا هكو يب سنين هكو بدلنين وعلي الدنيا لهدي دعت الدنيا فضل قصيو وتبل إلى كو يبشتو الدنيا ظاهر في آخر الله يكو حبوب ما هبان مصورو ولا تشتروا هيب سنين معنا بلنك إلهي هكتينا بلي حبرنا للي ولا تشتروه هي بسنين بعد إلهي بلنكيسي ثمان حيو الله قال يروا الدنيا شيء واحد الدنيا هكو يبسنين ولا أنت برسال مقل دارتي يا دارتي مقل إلهي بلنك يا قادين إن يروا هكو يبسنين الدنيا إنما إنك إنما ما لديك عند الله إلهي وحاك سوك السور أو ثواب أو شرنا هو وحا إلهي أكتي يا الله خير خير بدنه لك بإذنك إذن خير بدن دلو مما في الدنيا أجيلا وحيالو دن إلهي وحاسيالو وثوابا كخير بضل وشرنا إلا ورنسيالو وقادره إنكم أنتم تعلمون حداد سيدا أكتين وكوة سيدا قرن ياتين فلا تقولوا بأي إليه حبرين دارت يبلك إليه حبرين ما يلي إلهي وليه ما عندكم وها أكتين يالا وأدوية انكسب هالله كاتين يا فدوه ودمانيا وبابايا وما عند الله وحا إلهي وحيالو وشرنا يا ثوابيا برواغا يا باغي اي دائم دائمة قال الله سبحانه وتعالى ولا اي ولا نجزينا ولا يجزينا البقر اوي كيف يقرر قانونا ولا نجزينا ابا اليه ابا المرينة وابا المرينة الذين كوا صبروا صبري وبلنك اوفي اله درتي اوفي اجرهم اجر كوذانو كو ابا المرينة ثواب اجر كوذانو بأحسن ما وناجي ساجفه وناجي سكاره هاي عملك وصمية عمل كذي وناك سنابا نكابا مرينا نوي عمل وناك سما وناك بنكابا مرينا مرك على مش أحسن راس وعلى هاي اسمه تفصيل عمل كيسة وناك سن بل يا كركنا كانوا قارس لكن لو عملت شيء ما هباب كيسة ما تفصيل كي حوي عمل كذي وناك سلاوي حوي يرى ما هبط نادى ما كيف هناك اللي نكابا مريني عمل كذي وناك شو لم بالكابا مريني حوي ولنجينا أبال مرنا أبال مرنا الذين كوا صبروا الصبري مو كوا صبري علوا فهي بالعهد مهود بل يالك يوفي دار يالك يوفي سيهد يوفي أجرهم أجر كوا دار الواب مرنا كوا مرنا بإله إليه بأحسن ما كانوا يعملون
amalkii wanaagsan ee sameeyeen baanu ku abaalmarinaynaa. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man qof yacmal amal fal salihan ay amalan salihan amal wanaagsan qofkii sameeya sunna iyo farad oo mid ka karin mid labo honina oo umsa ama gabadha diga amalkii sameeyo wal haal uu qofkaasina muumin umumiyah qof kasto muumin amal fi asam ya rag iyo dumar fala nuxiyannahu bay wa nooleenina oo nooleena hayaatan nool baan nooleenina tayyibatan wanaagsan nolol wanaagsan ku noolaanaya wufa sirra wuxuu leeyahay waxa la yidhi hiya hayaatul janna nolosha wanaagsani waa nolosha jannada la sheegaya qiila wuxuu leeyahay maaha waxa uu fidiyaa bil qanaac adduunka waxa la siinaya qanaac waxa la waxa la siinayo ku faraxsan yahay ku qanacsan yahay hayaatul hubnaadil ama si waxa weeye baa leeyahay arrizqul halaal waa rizqa halaasha yaa hadu aakhir ciqaab lahayn maasha ma ku sii sharaxay wuxuu leeyahay qolantii waa nolosha waa aakhira jannada la sheegaya waxa ka mid sheekh mujahidi qataada iyo baa kamid ah ko oo waxa ka wariyay ninka la sheegay leeyahay cawf cawfna waxa ka wariyay aan xasan buu ka sii wariyay oo qaal wuxuu leeyahay sheekh xasan sheekh xasan laa yadiibu li ahadni alhayatu illa fil janna hayatu wax diib kunaa ku noqotaa jannada laana hayatu bila maut mut waa nool aan geeri la ka dambayn waqinan bila faqrin waa hontina ma aan faqri taabanayn ma faqri lahayn wasaacatu bila saqmin waa caafimaad aan xanuun lahayn waa mulkin bila halaakin waa mulki iyo boqortooyo aan weligeed halaagsamin dhammaanayn wasacaadatu bila shaqaawatin waa liiban aan ayaan dara ka dambayn ayaan dara lahayn ilaahu adunku waa nasiyada qaadire qolada tiri yani adduunyada oo lagu qanco wixii ilaah ku sii wayo qofka sida xasan baa iska lahaa buuley qowlka oranaya waa risda xalaala wal sayid bin jubeyr radiyallahu anhu iyo wacdaa raggaasaa lahaa wanaagsanaa iyo wasiid waxaa lagu shiyaadiyey weliba iyo waxa weeye nolosha wanaagsanii xalaalatu taaca dacadu ku macaanaata salaadi dacadu ku dhan inay ku macaaniyo marka dacadu ku macaan tahay adiga habi baa tahay malama camal fiican ku jirto farx baa helaysaa iyo wanaag ilaahuna maadaabina ka sii yaa rabbi wagiila waxa la igu leeyahay waa rizqu yawm biyawm waa rizqiga ilaahay maalba ku siinayo maalba baad ma leeyahay waayinin maalba alkifeeta la helayso waa dadina waa sax dowr wanaagsan weey ko qiilu xuleeya al hayatu tayyibatu haasha wanaagsani taxsul fil qabri qabri ayuu ku xasilaysaa horta qabriga lagu tagaya maxay li ana almu'mina mu'minku yastaruhu bil mawti minna kadid niyu yabu aqbarku mu'minku qabriga tago ilaahay u dambi dhaafo wuxuu ka raaxaysanay adduunyada dhibkeed iyo tacabkeedii wa qiila waxa la yiri kala ma huwa a'am wa hada lagu sheegay intaas wax ku guda weyn oo ka caamsan oo waxa la yiri fal hayatu tayyibatu fid dunya adduunyada nolosha wanaagsan ku noolaata waxa weeye bay tawfiiqi li da'a ilaahay ku fajiyo da'a ilaahay ad gudanish amalka iyo warisqul halaal warisqul halaal iyo warisqul halaalka adduunyada wataas ilaahay ku qoodiyo wa fil qabri qabriga waxa weeye ugu leeyahay biraacati min annakati wa ta'bi wa qabriga wa ina adduunyada dhibkeed iyo tacabkeed iyo xanuunkeed iyo bulbaajina ka reesato halkaas ka raaxaysto jannada albaab laga furo wa fil jannati ajnadana wa bin na'imil muqim wa jannada ni'mat da'imah ila anta wa rasuluka hada la qadire qala subhanahu wa ta'ala wa la ilaha illa huwa kulli aidas man amila salihan amal wa shaqafki samaya amal fala min dhakari nahaya rag ahaya aw usa gabar ahaya wal hal huwa shuna mu'min wa yahay muwahhida fala ruhiyannahu nolayna oo nolayna wa nolayna ba ilaha ilayhi hayatan tayyibatan nolo munaksan man kun ya nolayna wa rajiyannahum akharna watan wa an abal marinina abal marinina ajrahum ajr koodan ku abal marinina kuwa mu'mininta amal ka fa'ala yumin bi ahsani ma ka wanaagi makii wanaagiisi kaanu ya hayya amal ku wasabiya tii horo kale amal ku wanaagsana wa an ku abal marinina jana lagu siinaya ala ala majal minhum qala allah subhanahu wa ta'ala fa idha qarat hada al akhri yaysu ta akhri lam ma habali ay idha arat qiraatu quraanka in akhri hadii aad doonto fa idha qarat al quraana quraan hadii aad akhri yaysu quraan billaabo shaqiraadiisa fasta'id man galo
بالله إلهي مغنقل من الشيطان الشيطان كنا كم مغنقل شيطان الرجيم محمد يا لقفوا يا لقد إيري وعلي الشيطان معنا دي شاطع وكيمنا ما شاطعنا هو معي وقفت أكيد قبتي على قبتي قبتي ويكاس يعترى وقبتي على قبتي شاطع أما أنا وحوي رجيم دي لهذا ومرجوم أين مطلوع رحمة الله وكيف رحمة الله لقفوا يا لقد إيري لا هو نجنا بالقليل ومحاضر من الناس أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من سوا أعوذ بالله من الشيطان أرسل بالله قوله قيل وحورنا يا واتي أعوذ بالله السبع عليه من الشيطان الرجيم كاوى اللي يحوى بني وقيل لكن سيلو بني وقويه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت هذا الأخرى يسو القرآن القرآن كأدنا أخذها دونته فاستعيد مغنقل بالله إلهي مغنقل من الشيطان الرجيم شيطان كحمد إلهي لقفه كاكا مغنقل إنه شيطان ليس مسكنا له شيطان سلطان أول يتصرف أمالها على الذين كويكم الله أنكم تصرفوا آمنوا حقرهم أيه مؤمنين كمان تصرفوا كرا شيطان لا يبان جنب الدين لا يغبطي لا يد وسواس بقى خلا وخبر ذكرى والله ذي على سكعليا سورة البدر يا أيضا مقرأ كل يوم جدي لا يحب سبحانه وتعالى إنه قرآن إنه شيطانكم ليس أمالها لو شيطان وما سكنوا أمالها سلطان تصرف كم فسحنا أبوه أمالها ولايو على الذين كوي كمان فسحنوا وما ما مولي كرو آمنوا حقر مي أو على ربي من ربي ودنا يتوكلون تلس عرتي كل صورة دي ربي ود إن وان كلام سودان وتصرف جيس يوم الحين ما دش معنا وكنت تصرف يا وقاري كرا خايسن كرا على الذين كوي كواس معنا وحو ما مولي كرا يتولون كولي يا شي معنا معايا وادع عمي معنا كوا الدعاية كولي يا شي يا وركسي يا كواس كنت تصرف يا وكنت فسحني يا أود لي يا يا والذين هو هم يجوا به أي بالله إلهي مشركون وشريالي كوا مشركين تا كوا شيطان كولي يش كوا سلطان كل يا الحكومة وراعي الله سبحانه وتعالى يا هاي وإذا بدلنا بإلهي حد أن بدلنا بإلهي آية آية هذا بدله معنا حكم كذي بدله مكان آية آية كلا بوس كذي أنجلينه وأنت آية هلا اللي بدله حكم كذا لما استخو مدى على سوق ليه بدو على مسخة وصو مرة مرة عن طار مرة لفظ جال بدله يمعنا كل مرة آية مرة غارنا وعلى بدله لفظ جينا واتشو جا ولا خيا لكن حكم كذي ما اللي بدله قارنا حكم هنا واتشو جا لفظ جينا لكن ولا بدله وعاقبها الزاني والزانيته أما الشيخ والشيخته إذا الزنايا فرجموها بالي لما تقف مع حقوق سدي حلال حقوق الدمي حديث سنستان لا يحقوق دلا حقوق جبات شوك لكن عادي لما أخرية يحط قرآن يبقى قرآن كميدة هاي سبدل الكاس قرآن كان يسكب بدلي أما حقوق كان بدلي أما الله فضيك بل بدلي أخص بل بدلي يا لقاح الله يا سبب إلى هدول يشيخه مشتقين تاو عليها كل ما كتشوا قالوا عليها زين إن محمدا يسخر يسخر بأصحاب الساحب ليس أصحاب ليس وكل شيء سياسي يا بلادي هاي اللي أمرهم اليوم بأمره ما أنت ورب فأمر بفرج وينهم عن برنا وكره يبيع ما هذا إلا مفترم منه كاس وأول سمو سبعين سنة وأنا ورا سمو ما له شيء هذا نبرو لي كده يا أو كنا وأكل سنة يا ليه ما كاس إلا شو ده شيء إلا شو ما صاروا في الأول يا هاي وإذا بدلنا حدا بدلنا آية آية دام بدل الحكم كذا معنا عمل لفت كذا مكان آية آية بوز كذا نقول بدله أو يعني وش وانت مصلح مركز بدل كاسون إنه مصلح إنه يه مركز توت والذين كوي بقى إله وأدا والله أعلم ما إلهي بان أعلم بما ينزل ما ينزل لا يحسد الشيء أنا إلهي بعوجي وإنا مصلح كتش إلهي بقرر إيه قالوا كفارته وحليه ونبيه كليهين إنما إنك لما أنت أدوه محمد مفترد بين آلاته أو وحده بين آلاته بإليه ولا وحن اللي يمد بقى إليه سبحانه وتعالى أكثرهم بدن كودنا لا يعلمون ما قررنا جانا موغا حقيقة القرآن قرأك حقيقة ما قررنا جانا إيوه فإذا كنت القرآن كحكم صلى الله عليه وسخي اللي ببدل إيوه ما قررنا جانا يقول وحاته نبي إليه كوة سلاة كله وحاكوتي لهذا نزله ولكن وحال لسه ودقي
روح القدس ملك جبريل مرجو عليه روح القدس اللي هذا معناه النفس ارواح طاهرين ويا بالي والنفس طاهرين روحي طاهرين وي ملك جبريل بعد سيدي يهود وملك جبريل حقك كان من ربك ربي يا ابو اسود يعني وحق كل اسود دي بالحظ حظ ونكل اسود دي ملك جبريل مو ولا شو اسود شيء قره ولا اسود ولا اسود يبي ليثبتها إلهي أنصره الذين آمنوا حق الرميين بإيمانه إيمانه كسب إلهي سيد الشيء إلا بركة قرآن كسب الرميين بواء إيمان كده وشي سوق مياه مرحاية سوق الرميين بواء شي سوق مياه ليثبت الذين كوي إلهي أنصره آمنوا حق الرميين بإيمانه إيمان كده كسب قرآن يهود هنون منها قرآن هنون لأنه هنوني إيه بشرى بشارة يوجه للمسلمين مسلمين بشارة ويه لكن قال وديد الله سبحانه وتعالى عليه ولقد حق والله لقد حقيقة نعلم ونقنه بإلهي أنهم يا مشركين يقولون إن إليهين إنما إن كلامه يعلمه محمد القرآن هو حبر أشياء بشر مدده مد بني آدم كاي وشي بحلي شيخه نيلو شيخ إن قينا هاي عبرت سفاهي واحد تمشري ونصرانيها ونصارها هشتي أي نسبينا يا وفصم يقاله مروا النبي صلى الله عليه وسلم تو إيمادو أيوة عن النصارى وهو خش يكده جسم شريان ورد عشرة تباه فري النصارى تو عن جري وحنك مخخري يكده جسم شريان مركزية ورني كان صو ساسها أيوة يا أصل شريان وحر وخري محمد قيل شو عليها يا وعلمان نمان كلا قولوا الانشري أدون عاي والانشري والهاني الانشري عامر بن الحضرمي وأدون عاي بيشي يقولوا شكا سواحاته يوى لكن مستشفى عليه شو نكال سواحاي نمان كلاو نصارى هستا أيه ونسبه ويحكوا سكا سوكوست كيبا مخلوق بيني لو عجبوني إلهي سبحانه وتعالى بالدفاعي مرك لا يوحى إليه سبحانه وتعالى ولقد حذره نعلم وحن وجنهاي أنهم يوم مشركين يقولون إن إليهين إن وإن كلامها يعلمه قرآنه وحن محمد بري بشر مددة كاي عرس الحيقان كا مرك لا يوحى سبحانه للسانون الذي كل لغديس يلحدون عيوه إلى إليه سجى وكاع الجميع كاي عيوه إلى فسميقان كا أي يعني لغديس وحوي عجمين وأبع عجم عربة لغوي خطبة عليها عجمي عربي وحلا وحن عربي هو عجمي هذا وسوى بع عجمي وعربة ما هنيك عليه سقبري وهذا قرآن كاننا لسان اللغوي عربي مع عربية ولمبين عط فصحى بدر بيان يفصحى الصاحب ما كسره وبركة نيع يعني نم حمد عرب الله سبحانه كاننا عربة ما هي شيء ما كنا عرب بعدين سووني عربية قرآن كنا واللغة عربية سووا بركة على يوم مجل يوم بس اللوح تقولي يا فين ولقد نعلم هذا اللسان الذي بل لغة الذي كل لغة يسوقها الله يلحدون أيوه إلى إليه يصير حق يسوي إليه يصير أبري محمد عجمي وعجمي عرب ماها وهذا كان قرآن هنا لسان اللغوي عربين عربي العربي الجودي الجودي شيء موبين بعض وبيان صاحب يعضاء يفسحه صاحبه قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لا يؤمنون رمينين بآيات الله إلى عيسى كفر من ويا رمينين لا يهديهم مهنون يا الله ولا مهنون يه ولهم وحين إليهن عذاب عذاب إليهن عذابك سأليم المحنون شو الله ويا الله من الجنة منهم إنا يفتري واحد بين الله يا بيش وكمك بين الله يشاء إنا ما إنك لما يفتري واحد أبوته الكذب بين واحد شو أبوته الذين كوا لا يؤمنون عن رومينين بآية الله إله أيدي كوا رومين الديدي كوا صاب بين الله يلا بين أبوته يقرأكم ما يقول بقول بني آدم واحد أبوته من ما وأولئك كواسي هم يجوا الكاذبون كوا صاب بين الله يلا بل ولو شيء أتكي كواسا بيشري بين الريال الله سبحانه وتعالى إن الذين من كفر من قف كفر كفر بالله إلهي يقف كفر
من بعد إيمانه مرك إيمان لها إيمان يشاء ومن قد كذب قفكي كفريا إلا من أكره من لغو قصب قال لما هذا مويا أولا الدين لي وقال لما اسكو فرطي مويا والحال اسكو فرطي قال لما اسكو فرطي عم عربك قلبي وقلبي ينسو موضوع إنه ويهمتك حسنا وحيستا بالإيمان يمنك كل قد والمنك حسنا ويهم مويا عادنا وعلى عكس وليك تقولي هاي من قلون كري عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وحونا هارين كاسو أصحابي كاسو عليهم من جملة السبعين من جملة السبعة تقول السابقين للإسلام تدوري يقف الإسلام كوهر كشيب وكمدة هارين كاسو أدوم بنا وكوية عمار كو هي أبيه هو أبيه أو ياسر الأورنشري هو يدي أو سمية الأورنشري صهيب أو صهيب الأورنشري بلال هي خباب هي أبو بكر تدوبنا سوى الرسيب لي بكر موري رضي الله عنهم وذا أركس روح أبو القاردو أخذوه ما يقبتين وعذبوا الحب عذابين يرجعوا على الإيمان سي إيمان كأيوة يعني ونقضان وقالوا بقى قال لهم أقول نقضان فأما سمية تمياه وعمر هو يدي ربطوها بين بعيرين لو أوردوا كل حديث لو أوردوا لقوم من درتكو حديث والله ربها أبو جهل لعين كيف كقرأي بحربة ورن بوك يبا ورن يو في فرجها عورة كقرأي لو أوردوا لقوم هذا يقرأ ورين فما سوي دمتي وقت اللي زوجها ياسر ياسر والد لي لما راس قبتي والد سلمة الوجد لي لبنا ولا يشاقوا وهما أول قتيلين في الإسلام لما قفوا الإسلام درتي لود لكوري ويا لما راس قبتي نسيب بدنا أم عمار ميا فإن أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه وهي اي كو اكو قسبيه كغرا عين كو كو عذاب يي بو وخي اخير حبو خي كغهل قلبي انا واخم ومؤمن شو قلبي كهانيا يوفك كغهل سي حنون تمر كبوت يا عذاب فخو بين النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله ورب العالمين بان عمار كفر نجي عمار هو قال لي فقال في لا ما يبوش ان عمار ان العمار اللي هذو مليء ايمان ايمان بالغبحي من قرنه إلى قديمه جيس كما رح أكره لقصه بالله إلى الروحة إيمان بكب حبوش واخترض الإيمان باللحمه ودمه بوش يدي جيس يدي يهرب كيسة با إيمان بكب حسود يا حيبو لحق علي فأتى عمار بن النبي قوي والحال هو يبكي وسوئية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نبي قوي ديو المحاكة محاكة قد عبا لي فقال وحوري يا شر يا رسول الله شر بقى لحق علي نلت منك بور وحبان كاشر يا رسول الله يا هو أصبي محمد حق الشك فقال وعيوني نبي كيف وجدت قلبك بك تعقوا هذا حق الشيخ قلبه وسمحوها سيداك الدريمسي قال مطمئن بالإيمان إيمانك كوه استقلبي قبوش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول حق هذا قال يمسح عينه إنه كما صحيح الملكة تريه وقال وحي النبي وحكوني ولبا إن عادوا لك هديك وعليان قراعي عذابك فقول اللهم أقول ساتر إيه قال ساسوها يقول شيء قلت وأما بلال ميا فكانوا يعذبونهم ويعذابين وهو يقول سوى الأحد أحد معنا إلهي بكلي سوى له حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنهما إلى أبو بكر كسو إبشي كإيبي أو حريين كلها وأما خباب ميا فقال وقدوا لهم نار الضب كشدين تركيسة فلم يدفعها إلا وادك ذهري دبر كيسة يعني مركز الضب كل سنيان حيدا كأمان سيدعان كدب كسيمان يدك بختيني سيقول شقوق سنيان يقول بختي شري بلرقا سواء الدين دار زمرا عيقا وأما أبو بكر ميا فحفظ الله بقومه قم كسك وعشيرتك إلى لي سود الله لا يرواه يمكن المساكين أدومي هاي رجلي هاي وطلقي باك إلى لي وبرك عليه وها عمار سمي والدليل على جواز التلفظ بالكفر عند خوف القتل وعلى الدليل أتهاي مركي قوك الدليل كبقو إنه يعني أفكا كهذا كرقال لماذا ولكن القتل أجمل إن قوك الدليل وصفة كوره بقر وشو الشهدان يكور يغسي كما وقع من أبوه سيد أبيه يدوى السمية
waliba rumi waxa laga wariyay anuu musheele mata ninki maxay gaarka ila rabbi sheegan jiray rasuulimada sheegtay wey akhada rajulayn laba nin boqortay oo islaam faqaal li hadihima mirshi min hukuri ma taqul fi muhammad muhammad mukhawram qala wuxuu rasuulullah wa rasuulul ilah qala wuxuu ma taqul fi ariga markii iga war maxaan ahay wuu qala anta aydan allah wa tahay wuu faqala ka wuxuu si day tagu wa difaac ma tahay rasuulada da noqortay waqala ila akhir tii kale wuxuu ku yiri ma taqul fi muhammad halka si maxaad ka warran maxaad kale la qala wuxuu yiri rasuulullah wa rasuul ilah قال وحولي ما تقول في أنا يجور بمحل الله يعني رسول معه قال أنا عصب قال وحنا كده قال أيه فعاد علي وكعلي هذا خسيس كل وعلي وحاس ما مغلي كلام واحد وكده قال أيه وكده قال أيه وحاس شيء سب مغلي ما يقول شد ما شد عقول كعلي يفقده الدليل فبلغ ذلك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أمور كيسو قاري فقال وحولي النبي رسولك عم الأول كيه رميا فقد أخذ برخصة الله قال إلهي رخصني سي فسخ سي وقاتي ومعنى ما قفن ورسول إلهي رخصني وقاتي الإمام قلت لكن وأما ثاني كان كلمية فقد صدع بالحق حقي ودلعي حقي يعدي معنى فهنيئا له بقالين بغوش من أنت يتهنيت بكاسو إلهي أبو إلهي حق نوافتي مارك إلهي سبحانه وتعالى إلهي هاي من قفلي كفر قالوا بيو بالله إلهي ككفري من بعد إيمانه مرك إله ربي إيمان يشي كدبنه كفري إلا من وكله كيل الوخص بموياه قال لماذا والحال قلبه قلب يسو مضمئن وحسكو حس اللي هو هايستو بالإيمان إيمان كا كاس كواساسا أو إسو اللي ليو معنى قال لما قرتي إسو بك المؤمنها لكن ها قرتي قلبك أشي داي واساس وقتها كا قلبي إيمان كحدي موياني كوا كله لهم وعيد شديد هكذا شوفي اللي قلنا يا وعليهم جود عرس عذاب إليه ولكن ما نقف يبا إلهي شرح واسعي بالكفر قال لهم صدرا قلبي أفر واسعي على كذي بكرها لنقضي فعليهم كوا قال لهم دي كرها لنقضي وإيمانك توس وبحي غلبهم عليهم شو غلبهم عرا إلى عرا هاتي من إلى حق سوى هاتي ولهم وحي لين عذاب عذاب لين عليم وين لا معذن يلين عيد وقعد لنيا وقعد لو يرضك تل السار كيلي ما قال هذا ما إنك إلهي ككفري شو مؤمنها قفر لقو قصب موياني ولا حلو قاس قال لقو قصب يو ولا حال قلبه مطمئن بالإيمان كان قلبه شو إيمان وحشتك وحش ليه موياني ولكن من شرع قفر أوعس على أفري بالكفر قال لي مصدرا لابهاني حبضهاني يا قلبي قفر أفري معنى ما طاوت به نفسه إحلال يكون نقطي قال لي ماذا فعليهم كوا دوشة دوحة هاتي غلبوا نعرى هاتي ومن الله إلى حقس وغا هاتي ولهم وحين إليهن عذاب عذاب إليهن عذاب وسع عليهم وين الله من أجل منهم ذلك به ذلك هن شباب ده يقول قال له هن شبي كوا قال لهم هذا ودورتي بأنهم بحاول صواب لكن بسبب بأنهم بسبب أنهم يجوا استحبوا وهي دورتين الحياة النور بهي دورتين أدوا يعدين هدو تاسي دورتين كاسي قال هو بحنيت هو بحن ويعشين نوراتهم بيجالين على آخر آخر كدورتين أدوا آخر أدوا دورتين آخرنا وقت تجين وأن الله إلهي سبحانه وتعالى لا يهدي ما هنونيه القوم قوم هنون مايو قوم الكافرين قالا إلى قوان قدرين قال الله سبحانه وتعالى أولئك كوا قالا دولا أدورتي ألا يكوا يقالا وضبع الله إليه وضبعوا على قلوبهم وقلوبهم إليه الدبالي وحق مجيليه وسمعهم مقال كويني يقول يا إلهي الدبالي وحق مغليا مقال أقبل له وأصارهم أريود ينهو ديو إليه الدبالي وحق ما أركيان وأولئك كوا سنهم يبو الغافلون وكوه المسؤول حكمه عما يراد به فهل لقدوني خير با موعي على الحورة ومجهن با إيمان مرضبان قال الله سبحانه وتعالى لا جرم وحق دبه لا جرم يعني معنى بضم الله لا جرم حق مغلوف السلام وحق سؤال وحرونه دبه
أنهم يوفوا قلبه في الآخرة آخر الحديدة هم يقول الخاسرون وهو خساري لمصيرهم إلى نار المحبتة عليهم نار بيهاريان وكواريان. قال الله سبحانه وتعالى إليه ثم انت بديت إن ربك ربك النبي إله يوم للذين كو يحاجروا هجروا دي مدينة سؤالي من بعد ما فتنوا انت اللي في المي معنى من بعد ما عذبوا انت اللي عذاب كذب كو صوبح كسو هجري قاضي يو قال لما كحلي انت اللي عذابي عذابي ولا كل لي قال لما أفكك كشاقي ثم معنى وعسى إيمان كتبت اللي في المي اللي عذابي ثم جاهدوا دقاء لمي مكين مدينة يمادين نبقوا يمادين ودقاء كجاهد وحكا قالي أو الصبر الصبر دعاني إلهي كل صبري إن ربك ربك النبي إلهي من بعدها فتن طاي عذابك اللي عذابك بعدي يلا في المية قال بدي لقو في المية قال لما لقي يرسي أفكا لغفور لبك ودن بدافة رحيم أو نحرستة إلى رزق حولي يحقسو دي تعايد لما لعنش لي لين لعنش لأن ما أصحابتك من نغضيو لعنش عياش من الربيعة تأيو وكان آخر أبي جهل بكله أبي جهل بوالك سبق هذا مع قيل عليه بقى وراك لما يدش كل الناس من وجهنا شو وجهنا إيون اللي عنش لأبي جندل بن سهل اللي عنش إيون شو وليد بن الوليد وولد بن المغيرة يا دليل ولا كان إيه وسنين اللي سلامة بن حسن اللي عنش وعبد الله بن أسر قاس فترة مشركين عذابي أنت إسلامي فأعطوهم وعيس بعض ما أرادوا وعيس دوني يبسيدوك عمارك اللي يلانو أفضل كيكا هذا الواحد قال لي ما شيء وقنا بالداشر كوهد ثم هاجروا وجاهدوا دوين دو يهجروا ويعلي ويسكي يمادين مؤمنين أصحاب دين ويبادي كم من نقودين نبي قنوا يمادين أصحاب دين كم من نقودين الله إلهانا قرم يعني ماشي تقين نجي والله سبحانه وتعالى أعلم إن شاء الله وهابين نبي waati yaray ala hal ugu iska bixinaya waxa jira waxa jira la yiri marka abadna waxa ka baqayna tusheer kula jeebay ka hayaa jira ila gaarsiin insha Allah waan galeena khamis insha Allah habayga soo gelisho ani habad muhaadara bal sheegay ayaa shaqo bal wala sharaf